السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديال بروميير بكالوريا على موقع www.exomoro.com. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الشابتر ديال لا كومباكتومون جلوبال دو ان سيركوي إلكتريك. هذه هي البارتي الثالثة. ألوغ البارتي الأولى والجوجة، دونك خاصكم تشوفوها باش أنكم تفهموا البارتي الثالثة. قبل ما ندخلوا إكزاكتومون الكور كما العادة ندير واحد الرابي المهم اللي قريناه في البروميير باكا في السانكيام. عفوا، اول حاجه لا لوا دو اديتيفيتي دو تونسيون. سي كوا سا لوا دو اديتيفيتي دو تونسيون سيون اي نيتي مي طون فوا سي سامبلومون كيكون عندنا اكزومبل واحد السيركوي. حنا رسمو عندنا واحد الاليمون غادي يقدر يكون جينيراتور ريسيبتور اكسيتيرا، انت ديرو اللي بغيتي ديرو. المهم راه بحال بحال ياك. وعندنا واحد اخر هنايا، واحد اخر اكزومبل هنايا سي تري بيان. الوغ نسميو هادي بوان ا وهادي بي وهادي سي وهادي دي. هادشي راه غير رابي باش راكم فاهمينو. نقولو ان التوتر الاول او ا بي ماشي بحال هكا، التوتر الجوج ماشي بحال هكا، او سي بي، و التوتر الاخر داير بحال هكا او دي سي. سي تري بيان. اش كيقولك لا لوا دو اديتيفيتي دو تونسيون؟ كيقولك كتحط لي جينيراتور في بلاصة كيساوي لي لو طونسيون في بلاصة. صافي، تحط لي طونسيون ديال جينيراتور هنايا و طونسيون ديال ريسيبتور هنايا. صافي، هادي ميثود كيقولك البرو. كاينة ميثود البروفيسيونيل المهمة بزاف اللي خاص تخدم هي هادي. شو معايا؟ غتختار نتا واحد الاتجاه كيما بغيتي. غنختارو حنا الاتجاه هو هدا اتجاه بلوس السام. شتي هدا سميو الاتجاه ديالنا. صافي، لي ماشي مع السام غنحطو هنايا، لي ما مشيش مع السما نحطو هنا. صافي، هادي هي لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون. سي تري بيان. الوغ نمشيو لو ا بي، شوف السهم فين ماشي وهذا فين ماشي، يعني كي انفيرس غنحطوه في هاد الطرف. هاي لو ا بي سي بيان. غنشوفو سي بي، سي بي مع هذا ماشي في نفس السهم. ها هو السهم، شوف السهم فين ماشي. هذا اختارينا ماشي في الامير، نختارو هنا لو سي بي. سي تري بيان. غنمشيو لدي سي حتى هو نفس الحاجة. هذا السهم ماشي هكا وهذا ماشي هكا، دونك ماشي في نفس الاتجاه او دي سي. دونك هذا هو لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون. سي سامبلومون كنختارو حنا واحد الاتجاه اللي ماشي مع الاتجاه غنحطوه هنايا، ولا كيعكس الاتجاه نحطوه هنايا، ولا العكس اللي بغيتي. المهم اللي ماشي في نفس الاتجاه حطوه في بلاصة، وكيساوي ولا داكشي اللي ماشي بعكس الاتجاه بالنسبة لو طونسيون. سي سامبلومون هادي لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون. الوغ نحيوها، فهمناها نحيوها. سي تري بيان. نمشيو دابا لتاني حاجة وهي اون باراليل و اون سيغي. الوغ حيت كنقولو اون باراليل اون سيغي، نبداو اون سيغي هي ساهلة. اسوسياسيون، اسوسياسيون اون سيغي، سيغي يعني انهم اون سيغي. اكزومبل بحال عندنا هنايا، ها هو هذا واحد ريزيستونس سميتو ار ان مع ار دو مع ار 3. شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو ان ار ان و ار دو و ار 3 اون سيغي. سي بيان. باش كنعرفو اون سيغي كنلقاو ان بينات ار ان و ار دو بيناتهم ما بيناتهمش نو. غتقولي شكون هي نو؟ نو هو هي واحد العقدة نو، غنكتبوها هنايا ان نو. الوغ نو كتبوها هنايا نو. الوغ شكون هي نو؟ هي واحد العقدة كيقطعو فيها ثلاثة د العناصر، ثلاثة د الإليمون. ها الإليمون الجاوي الأول، ها الجاوي، ها التالت. الوغ هادي كتسمى عقدة نو. إلا كانو ثلاثة الفوق كانت ربعة حتى هي كتسمى نو، كانت خمسة كتسمى نو، من ثلاثة الفوق كتسمى نو. إلا كانو جوج ما كتسماش نو. هادي ماشي نو، هادي ماشي نو. سي بيان. كيما كنشوف هادي برونش، أنا ماشي مهم. المهم دابا نفهمو شكون وصل نو. نو هي كيقاطعو ثلاثة د العناصر الفوق، هنا كيقاطع عندنا جوج عناصر، يعني ماشي نو، يعني بيناتهم ما كاينش نو. جوج عناصر هاد البوان هادي ماشي نو. دونك هذا اون سيري، هذا اون سيري. و كنزت هنايا اكزومبل، زدت واحد ريزيستونس اخرى سميناها ار 4. هاد ار 2 مع ار 3 ماشي نو، ماشي سيري، اون سيري. علاش؟ لان بيناتهم واحد نو. صافي، ار 4 و ار 3 ماشي اون سيري، لان بيناتهم نو اكسيتيرا. نتمنى انكم فهمتو اون سيري، ولكن نتوما في التمارين كيعطيكم داكشي ساهل. اون سيري باين
سامبلومون كنعطيكم داك الشيء زاد. الوغ باش نحسبوا ار ايكيفالون، يعني هذا نحولوه لواحد الار ايكيفالون، ها هو ار ايكيفالون. ضروري هذا تفهموه. ار ايكيفالون بالنسبه لاون سيري سامبلومون، ار ايكيفالون كيساوي ار ا بلس ار دو بلس ار 3، كتجمعهم كتحط ار ايكيفالون، وهذا باش كتخدم بالتمام صافي. سي تري بيان، هادشي راه غير مراجعه بسيطه جدا. الوغ غنحيدو اون سيري، غادي نديرو اون باراليل. اون باراليل اون باراليل سي بيان، اون باراليل يعني متوازي، يعني توازي. شو معايا اون باراليل؟ شوف اون باراليل في التمارين كون في الامتحانات كيعطيوه لكم باين، كيعطيكم بحال هكا جينيراتور صافي، وكيعطيك هنا واحد واحد نسميو ال ان، واحد ريزيستونس، واحد ريزيستونس زوج ار دو. دونك هادي راه اون باراليل صافي، باينه اون باراليل. ولكن بروفيسيونيل باش تفهموا واش شي بروفيسيون شكون هي اون باراليل، هو كيكون بيناتهم نو، يعني هاد الطرف هذا شوف اشنو هادي، الا قلت لك شكون هادي، هادي نو. علاش نو؟ لانها كتنقاطع ثلاثه د العناصر، على العنصر الاول، على العنصر الجو، على العنصر الثاني. هادي شكون هي؟ نو. ها العنصر الاول، ها العنصر الجو، ها العنصر الثاني، هادي نو. يعني الا كانت بيناتهم الفوق نو والتحت نو كيتسمى اون باراليل. سي بيان، هذا هو الكل ديالها. قلنا ان اون باراليل وهي اللي كتكون بيناتهم نو، ها نو، ها واحد نو، وبيناتهم عاوتاني تحت نو اخرى صافي. هادي نو وهادي نو، هادو كيتسمى اون باراليل، ما بيناتهم شي حاجه اخرى. ماشي يجي انا هنايا في التمرين نحط لك بحال هنايا واحد، نحط لك هنايا واحد اي حاجه، نحط لك هنايا واحد واحد ريزيستونس بحال هكا، واحد ريسيبتور. هذا ار ان و ار دو ماشي نو، ماشي اون باراليل. علاش؟ لان بيناتهم اشنو بيناتهم؟ بيناتهم واحد ريسيبتور، يعني ماشي اون باراليل. التعريف ديال اون باراليل هو انه كيكون بيناتهم بين الطرفين، ما كيكون حتى حاجه، كيكون غير نو 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 نو. سي بيان، هذا هو التعريف باش ما تخلقوش. هذه هي، هذه كتسمى اون باراليل. عاود تجي انا بلاصت هنايا، شحال واحد ما كيفهمش شنو كيدير. عندك هنايا ريزيستونس حقا كان كيف، وسير حقا كان. الوغ انت الا كنتي فاهم الكور راه فاهمو. شحال واحد كيقول لك اون سيري، ماشي اون سيري. علاش ماشي اون سيري؟ لان حيت كتشوف بيناتهم كاينه نو، شي بيناتهم نو. هاي من الطرف، الا جينا الطرف الاخر بيناتهم اش؟ بيناتهم ان نو، يعني ماشي اون سيري. كنشوف واش اون باغال، شكون هو تعريف اون باغال؟ كنشوف الطرف الاول ها هو كاينه بيناتهم نو، الطرف الجاوج ها هو بيناتهم نو. نو دونك هادو راه اون باغال، ار او ار دو اون باغال. واخا انا ما رسمتوش متوازيين بيه، ولكن راه اون باغال. هاد ار او ار دو اون باغال، سي تري بيان. دابا خاصنا نفهمو كيفاش نحسبو ار ايكيفالون، يعني هذا كي لنا ار ايكيفالون. ها هي ار ايكيفالون، ار ايكيفالون. هاد ار ايكيفالون كتعوض لنا هاد ار ان و ار دو. كيفاش نحسبو ار ايكيفالون؟ عندنا واحد العلاقة، واحد على ار ايكيفالون شنو كيساوي لنا؟ واحد على ار ان بلوس واحد على ار دو. سي سامبلوم، كانت عندك ار طرا واحد هي اون باغاليل معاهم، حسبها واحد على ار طرا. سي تخي بيان. اشنو غنديرو؟ غنوحدو المقام. باش غنوحدو المقام بار ان في ار دو، هنا تعطينا ار دو بلوس ار ان. واش هادي هي ار ايكيفالون؟ لا، هادي راه واحد على ار ايكيفالون. دونك ار ايكيفالون كتساوي لنا ار ان في ار دو مقسومة على ار دو زائد ار ان. دونك هذا كيتسمى ار ايكيفالون. سي سامبلوم صافي. سي تخي بيان. الله نحيو. كاين بعض لي بروف كيعطيك تلاتة اون باراليل، بحال هاش نعطيو بحال هاكا هادي، ويزيدك وحدة أخرى عاوتاني. هادو بتلاتة راه اون باراليل، ار دو وهادي ار تاو. اشنو بيناتهم؟ بيناتهم نو، بيناتهم نو، يعني اون باراليل. هادي عاوتاني بيناتهم نو اون باراليل. سي تخي بيان. دونك هاد ار ان، ار دو، ار دو و ار تاو اون باراليل. إلا بغينا نحسبو ار ايكيفالون اشنو كنزيدو؟ كنزيدو هنا زائد واحد على ار تاو. شنو كتساوي لنا؟ ار 3 زائد ار 3. دونك شحال كتساوي لنا ار 3؟ المقلوب ديال هذا كتقلبو باش تحل ار كيفالون زائد ار 3. هادي اون باغال. دونك هادشي مهم بزاف. دابا ندخلو اكزاكتومون دابا للكل، غنشوفو اول لوا عندنا وهو لوا دو بوايي. لوا دو بوايي سي سامبلومون كنحسبو بيها لو كورون اي لازم باش يخدم لنا ديك داك
كنريسي داك الريسيبتور اللي عندنا صافي. عندنا اكزومبل بحال واحد البوله خاصها واحد التيار معين باش تخدم، راه الا فتنا داك التيار غادي تحرق ديك البوله، ويلا نقصنا على داك التيار المعين راه ما تشعلش مزيان، تشعل شويه ولا ما تشعلش كاع اكزومبل صافي. فهمتوا سيبي؟ هذه هي لا لوا دو بواي. الوغ لا لوا دو بواي شنو كتقول؟ كتقول ان شوف غادي ندير واحد اللي عندكم في الكورنت نتوما، عندكم واحد سيركوي انا صمم ونشرحو فيه صافي. عندنا هنايا بي، عندنا هنايا بي، عندنا هنايا واحد جينيراتور، هذا عبارة على اش؟ جينيراتور بي. سيدي عندنا واحد ريزيستونس، واحد ريسيبتور عفوا، عندنا هنا واحد ريزيستونس هاي سي تخي بيان. سيدي هادي سميو سميناها سميناها أ وهادي سي. سيدي الوغ هذا واحد ريسيبتور اشنو عندو؟ عندو او بريم وعندو ار بريم صافي. راه شحنا سي كونسا ريسيبتور، هذا واحد المولد عندو او وعندو ار في واحد. انا راكم مزيان، هذا واحد ريسيبتور عندو ار كبيرة، نقول عندو واحد ار كبيرة باش ما تخلقناش مع هذا، عندو واحد ريزيستونس ار كبيرة سي تخي بيان. الوغ نمشيو نحطو هنايا ار كبيرة هادي اول حاجه غادي نجيو نحسبوا هذا لا كورون اي، هذا الكورون اي هذا هو كورون اي، خصنا نحسبوا القيمه ديالو باستخدام لا لوا دو بواي. اش كتقول لا لوا دو بواي؟ سي سامبلومون اون ديريكتومون كتحطها انت اي شنو كتساوي لنا؟ شوف معايا مزيان، كتساوي لنا لا صوم ديال او اي هو هو لا فورس الكترو موتريس ديال اش؟ ديال الجينيراتور، هي او هنايا هي او. هذا من جهة عندنا واحد يعني او زائد شو عاود ثاني لا فورس بالنسبة عاود ثاني لهذا ريسيبتور عندنا او بريم، ها هي او بريم على حساب القاعدة رسم عندنا غير وحدة، وكاين عندنا جوج نديرو او بريم زائد او اخرى او بريم دو اكسيتيرا صافي. مقسومة على اش؟ على لا صوم ديال ار. ار شحال عندنا من ار؟ عندنا ار كبيرة، عندنا ار صغيرة، وعندنا ار اخرى. ها هي ار كبيرة زائد ار صغيرة زائد ار صغيرة بريتش. سيدي انت حسبت لي تستخدم لا لوا دو بواي، سي سامبلومون هادي هي لوا دو بواي. اون ديريكتومون كتحط اي القيمة ديالها صافي، في الامتحان كتحط اون ديريكتومون اي صافي. نقدرو حنا نسنتجو هاد العلاقة باستخدام لوا اللي قريناهم المرة فاتت. شوف معايا، شوف معايا هاد التوتر هذا اش كيتسمى؟ او بي ان كاينة ولا مكاينة؟ سي تخي بيان. الوغ غنسميو هاد البوان هادي نسميوها بي، هادي نسميوها بي. الوغ هاد التوتر هذا يعني ايدي زاكا، دونك ايدي زاكا يعني التوتر غادي يكون هاكا، يعني هادي نسميوها او ا بي، وهادي عاوتاني من هنا لهنايا او بي سي سي تخي بيان صافي. ها حنا بغينا نسجلو ان اي كتساوي هاد القيمة. شوف معايا اش غنخدمو؟ غنخدمو لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون. اش كتقولك لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون؟ كنختارو واحد الاتجاه، حنا اختارينا بحال هذا بلوس، اللي ماشي مع البلوس غادي نديرو في هاد الطرف صافي. في هاد الطرف شكون اللي ماشي مع البلوس؟ او بي ان، هاهي او بي ان سي بيان. هادي ماشي مع البلوس او ا بي، لا كتعاكس، هادي ماشي هاكا وهادي هاكا، يعني غتكون في الطرف الاخر. او ا بي زائد بي سي حتى هي كاينة في الطرف الاخر، يعني تكون هنا او بي سي تخي بيان. حيت الان راكم مزيان، غادي نعوضو او بي ان. او بي ان شحال كتساوي لنا بالنسبة للجينيراتور؟ راه قرينا بالنسبة للجينيراتور او بي ان كتساوي لنا او اللي عطينا البروف ناقص ناقص، اما الريسيبتور كتكون زائد ار اي سي بيان. شنو كتساوي لنا؟ او ا بي، او ا بي وهي التوتر ما بين اش؟ الريزيستونس. الريزيستونس راه لوا دو اوم. اش كتقول؟ كتقولك ان لا طونسيون او ا بي كتساوي لنا، كتساوي لنا ار كبيره في اي سي تخي بيان، زائد او بي سي. او بي سي هو التوتر ما بين هاد الريسيبتور، ريسيبتور دونك غتكون او بريم زائد ار بريم في اي، ياك لا طونسيون ديال هاد الريسيبتور او بي سي. هادشي راه شرحناه في الحصص الفايته، خاص تكون ضبطو سي تخي بيان. حنا بغينا نجبدو اي، اش غنديرو؟ اللي كاينين في اي غنجيبهم في الطرف، واللي ما عندهمش اي نجيبهم في الطرف. هاد او ما فيهاش اي سي بيان، ار نجيبوها لهنايا، هادي حتى هي نحيدوها نجيبوها للطرف الاخرى تولي ناقص
اي بريم صافي. هنا راه ناقص عفوا، هنايا غلطنا، هنا راه ناقص العلاقة العقلية ناقص عفوا، دونك هنا خاصنا نلقاو ناقص سي بيان. شحال كتساوي لنا سي بيان؟ كتساوي لنا ار اي زائد ار بريم اي، وهذه نجيبو على الطرف الاخر يعني زائد ار، يعني اللي فيهم اي جبناهم في الطرف واللي ما فيهمش اي جبناهم في الطرف. غنعملو باي، يعني شحال غتعطينا؟ غتعطينا اي عامل على ار بلس ار بريم بلس ار سي بيان او ناقص ار بريم او بريم. حنا بغينا اي، دونك من هنا غنسيتو ان اي شحال كتساوي. نجيبو هذا نجيبو هذا تحت هنايا، يعني او ناقص او بريم مقسومة على ار زائد ار بريم زائد ار. سي تخي بيان صافي الدراري سي بيان. الوغ حنا حددنا اي، هذه هي لا لوا دو اديتيت لا لوا بوين لا لوا دو بوين سي بيان. هي اي كتساوي لنا او ناقص او بريم مقسومة على ار بلس ار بريم بلس ار. صافي سي تخي بيان. كما لاحظتي اننا اون ديريكتوم حطيناها في ليكزام تاعهم بلا ما تطبق هاد القواعد، دونك كطول على راسك كتجي اون ديريكتوم كتقول لا لوا دو بوي سي اي ايكال او ناقص او بريم مقسوم على ار بلس ار بلس ار بريم. سي بيان سي تخي بيان. حد الان راه فهمنا هاد البارتي الاولى، دونك دابا نشوفو. الوغ دابا حيث اننا فهمنا لا لوا ديالنا، دابا نشوفو روندومون جلوبال دو ان سيركوي سامبل. قبل ما نشوفو روندومون جلوبال دو ان سيركوي سامبل، نشوفو واحد سيركوي سامبل شكون هي. سيركوي سامبل بسيطه، يعني انها فيها جينيراتور، فيها واحد جينيراتور ها هو، وفيها واحد ريسيبتور. هذا ريسيبتور، هذا جينيراتور، وهذا ريسيبتور. صافي الدراري سي تري بيان. الو هذه هي كتسمى كتسمى سيركوي سامبل، يعني دائره بسيطه جدا. سي تري بيان. هذه عندها واحد التيار كيمشي اي بحال هكا سي بيان. الو الى جينا هذا رسموه اون شيما، اون شيما هذا عندنا جينيراتور، هذا عباره على جينيراتور، هاو سميوه جينيراتور. صافي هاد الجينيراتور كنعطيو واحد الطاقه الكليه كتسمى الانرجي توتال، وهاد الجينيراتور توتال كيل كونت كتكون اما طاقه ريحيه اما طاقه شمسيه كما كانت. كنا كنقولوا انها كتساوي لنا بما انها طاقه ريحيه ولا شمسيه، المهم ماشي طاقه كهربائيه، فانها كتكون بدلاله او، كنقولوا لها او فوا اي في دلتا تي. عقلتي على هذه سي تري بيان. قلنا ان الجينيراتور كيحول لنا الطاقه اللي جابها من الريح ولا من الشمس، كيحول لنا جوج حاجات، الطاقه وهي الطاقه النافعه اللي بغيناها حنايا، وهي الطاقه الكهربائيه كيحولها لنا طاقه كهربائيه هي اللي بغينا حنايا، دونك نسبه كبيره كيحولها طاقه كهربائيه، ياك لان داكشي اللي بغينا حنايا سي بيان. الطاقه الكهربائيه كنا كنردو لها دبليو في او كتساوي لنا، ولا دبليو في او كتساوي لنا بما انها طاقه كهربائيه كتكون بدلاله او، كتساوي لنا توتر او في اي في دلتا تي. سي بيان. الوغ هنايا نقولو ان هادي بي ان، بي ان سي بيان بي ان صافي سي تري بيان. نقولو ان دونك حولها لنا الطاقة، وكيحولها لنا لاش الطاقة كهربائية دوبل في تي اش. اشنو كتساوي لنا الطاقة حرارية عفوا، كيحولها لنا الطاقة حرارية ار في اي او كاري في دلتا تي. حد الان مزيان. جينيراتور كنعطي واحد الطاقه توتال كيحولها لنا جوج طاقات سي بيان، انرجي تيرميك يعني حراريه، و انرجي الكتريك يعني طاقه كهربائيه. هاد الطاقه الكهربائيه اللي عاطيها لنا هي اي صافي، راه هي الطاقه اللي كيعطيها المولد، ها هو هي اللي كيعطيها الطاقه المولد، هذا هو المولد، هذا هو الريسيبتور، عفوا الريسيبتور صافي. هذا عبارة على رسالة بحاجة مونطون ولا أي حاجة، دونك هنايا مونطون يعني أنه ريسيبتور، هذا واحد الريسيبتور مستقبل، كنعطيوه هاد الطاقة هادي ياك اللي عطاها المولد، كيعطيها له بالنسبة لهاد السيركوي سامبل. هو عاوتاني اش الريسيبتور كيشد طاقة كهربائية كيحولها لطاقة حرارية دلتا تي اش نسميوها بريم، كتساوي لنا ار في اي او كاري على دلتا تي صافي. الوغ بالنسبة هذه طاقة حرارية،
اوكي عطينا طاقة شنو، اما داكشي بغينا حنايا، ديك الطاقة اللي بغينا حنايا، اما محركة اما اي حاجة اللي بغينا حنايا يدير لنا هذا الريسيبتور، هذا عبارة على الريسيبتور. دونك كيعطينا واحد الطاقة كتسمى دوبل في، هي النافعة اللي كتنفعنا صافي، ولا كتسمى دوبل في اي ولا. المهم كتكون بدلالات، هي راه ماشي طاقة كهربائية، المهم انها كتكون بدلالات او، نسميوها او بريم في اي في دلتا تي سي بيان. الوغ هادشي اللي كيوقع في هاد العملية هادي، في هاد الدارة سامبل صافي سي بيان. جينيراتور اش كيعطينا تيار كهربائي، هاد التيار الكهربائي كيدخل في هاد المولد، هاد المولد كيعطينا داكشي اللي بغيناه، يعطينا هاد المولد، اما كيعطينا الضوء بحال البولا ولا اي حاجة. ماشي مولد عفوا، راه شي مرة كانت ثلاث، ماشي مولد، هذا عبارة على ريسيبتور صافي. هاد ريسيبتور كيمكن بحال البولا ولا اي حاجة، دونك كيعطينا داكشي اللي بغينا، هي دبليو في اي، هي ديك الانرجي، هي كتسمى او بريم في اي في دلتا تي سي بيان. حتى الان راكم فاهمين هادشي مزيان. الوغ لا روندومون جلوبال دو ان سيركوي سامبل، هذا هو الروندومون. ترد شو معايا، لو روندومون غو راه قريناه صافي، كيكون بدلالات غو اشنو كتساوي لنا اون جينيرال. حنا قريناه بالنسبه غير ماشي للداره كامله، قريناه بالنسبه لاش، بالنسبه للجيراتور بوحدو، بالنسبه الريسيبتور بوحدو صافي. دابا لا، الداره كامله كيساوي لنا لا سوم ديال لينيرجي اي، وهي النافعه اللي عطاها لنا المولد. المولد ديك الا كان جوج مولدات، ثلاثه المولدات، داكشي عطانا دوك المولدات كنجمعوهم صافي، مقسومه على المجموع ديال الداره ديال لينيرجي ديال اش ديال توتال. توتال وهي لينيرجي اللي كاينه في جينيراتور دبليو في جي صافي سي بيان. حيت كنقولو سامبل، حيت كنقولو سامبل سيركوي سامبل، يعني كاينين غير هاد جوج بلا ما نديرو لاصوم صافي. راه كاينين غير هاد جوج، كاين عندنا واحد جينيراتور واحد ريسيبتور صافي سي تخي بيان. دبليو في او وهي الطاقة اللي نفعت في الراه، هي هادي، هي او بريم في اي في دلتا تي، هاهي اللي عطاها لنا الريسيبتور اللي بغيناها حنايا النافعة صافي. مقسومة على دوبلو في جي وهي الطاقة توتال اللي عندنا، هي او في اي في دلتا تي صافي. غنختزلو بهادي وهادي، شحال تعطينا، تعطينا او بريم في اي. يعني ان لو روندومون جلوبال دو ان سيركوي سامبل بحال هاد السامبل هذا هو او بريم في اي في او صافي سي بيان. نتمنى انكم فهمتو لو روندومون، ولو روندومون كيكون ديما صغر من واحد، كيكون صغر من واحد، واحد كبير عليه، بحال 0.60، 0.50 صافي. شحال من واحد كيسولني على الوحدة ديال هذا، هذا ما عندوش وحدة، هذا نقدروا نديروه بالنسبة المئوية. دونك إلا عطانا غو كيساوي 0.60، راه هي 60%. أش كنديرو، كنضربو هادشي، هاد النتيجة اللي لقيناها كنضربوها في 100 باش نديرو النسبة المئوية. بحال 0.60 هي 60%، هاد 0.50 كنضربوها في 100 كتعطينا 50%. سي بيان صافي، هذا هو الغوندوم سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتو هادي مزيان، لانها مهمة بزاف. الوغ نحيو، الوغ شكون هي او؟ واه شكون هي هاد او؟ هاد او بخيم سي سامبلومون راه هما لا فورس، فورس الكترو موتريس، لا فورس الكترو موتريس بالنسبة للجينيراتور وبالنسبة للريسيبتور سي بيان. الوغ نحيو هادشي ونكملو الكود. دابا نشوفو انفلونس دو لا فورس الكترو موتريس، يعني التأثير ديال لا فورس او، التأثير ديال او بالنسبة للدارة ديالنا. شوف معايا التأثير ديال او اشنو كيوقع. الوغ غنجيو لهنايا، غنرسمو حنايا واحد الدارة عبارة على بالنسبة والتأثير ديال حتى الريزيستانس. غنشوفو هادي هي، هادي سميوها ريزيستانس ايكيفالون صافي. هنا كانت اون باغالي اون سيري، هو حولها ردنا ايكيفالون صافي. في التمارين راه كيعطيك اون سيري ولا اون باغالي انت كتحسبها، وهذا عبارة على جينيراتور سي بيان. الوغ غادي نسميوها بي، وهادي ان كيما العادة. الوغ هذا هو التوتر عندنا او بي ان سي بيان. هذا ار غادي نسميوها بوان ا، وهادي نسميوها بوان بي، وهادي هذا هو او ا بي سي بيان صافي سي تري بيان. الوغ حنا بغينا نشوفو التأثير ديال
ديال اش ديال لا فورس الكترو موتريس يعني او شنو غادي نديرو؟ شوف معايا مزيان، غنديرو اول حاجه لوا. دونك نجيبو لهنايا لوا، لوا دو بويي. بويي شنو كتقول لنا لوا دو بويي؟ كتقولك ان اي تيار اي اش كيساوي؟ هاد التيار اي اللي مر هنايا اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا صوم ديال او. شحال عندنا من او هنايا؟ عندنا ديال هذا. دونك نجي نكتبو هنايا باش عندنا جيناتور. شنو فيه؟ فيه او وفيه ار صغيره صافي، وهذه فيه ار ايكيفالون. شحال عندنا من او هنا؟ عندنا جيناتور واحد، ها هو جيناتور واحد فيه او، ها هي او ياك. ناقص او ديال اش؟ ديال ريسيبتور. هنا ما عندناش ريسيبتور، يعني او بريم كتساوي لنا زيرو، ما عندناش اصلا صافي. يعني كتبقى لنا ار او مقسومه على ريزيستونس اللي عندنا. شنو عندنا هنا؟ عندنا ار، ار صغيره ريزيستونس الاولى، ريزيستونس هي ار ايكيفالون جوج لا سوم ديال ريزيستونس. اون ديريكتومون حنا لقينا اي بلا ما ديروا لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون تجيو تحسبوا اكسيتيرا وتستنتجوا في التالي اي. لا، اون ديريكتومون هاي اي كتساوي لنا او مقسومه على ار بلس ار ايكيفالون. سي تري بيان. الو كنعرفوا ان لينيرجي، الو حنا بغينا نشوفوا لينيرجي. هذه هي لينيرجي الكتريك. شنو كتساوي لنا لينيرجي الكتريك؟ لينيرجي الكتريك حسب القاعده لينيرجي الكتريك كتكون بدلاله لاش؟ بدلاله طونسيون. يعني كتساوي او بي ان فوا اي فوا دلتا تي صافي. سي تري بيان. هنا شوف معايا لا لوا دو اديتي طونسيون بالنسبه لهذا، هذا سامبلومون ساهل، غادي تختاروا هكا بلوس. هذا شو معناه؟ هذا في نفس الاتجاه ديال هذا، يعني او بي ان ها هي في نفس الاتجاه. اش كيساوي لنا؟ هذا عكسه يعني او ا بي. لا لوا دو اديفيتي طونسيون اللي شرحنا، اللي في نفس الاتجاه داك داك البلوس كنديروه هنايا، واللي كيعكسو كنديرو هنا. يعني ان او بي ان كتساوي لنا او ا بي. سي تري بيان. وكنعرفوا ان اون ا اون ا او بي ان كتساوي لنا او ا بي. و ابي اش كتساوي لنا حسب لا لوا دو اوم؟ هادي راه ريزيستونس حسب لا لوا دو اوم. اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ار ايكيفالون في اي ياك. هادي راه بلاصي او بي ان بار ايكيفالون في اي، انا بلاصيوها هنايا. دونك شحال غتولي لنا؟ غتولي لنا لينيرجي ديالنا كتساوي لنا او بي ان هي ار ايكيفالون اي في اي، يعني اي او كاري على دلتا تي. سي تخي بيان. ها هاد اي هادي شنو كتساوي؟ ها هي القيمة ديالها. غنرو بلاصيوها هنايا، يعني ان دبليو في او اكس اش كتساوي لنا؟ ار ايكيفالون فوا او او كاري، يعني اي او كاري غنضربو هذا في او كاري، يعني ار ار بلس ار ايكيفالون كل او كاري يكفي دلتا تي. حد الان مزيان. حد الان ماشيين مزيان. الوغ شو معايا؟ في كاينه هاد او، كاينه الفوق. كل ما تزادت او كل ما تزادت القيمة ديالها، فإن لينيرجي إنرجي كتزاد القيمة ديالها. سي بيان. هذا هو التأثير ديال لا فورس إلكترو موتريس، يعني التأثير ديالو. كل ما كانت هذه كبيرة كل ما كتزاد لينيرجي، كل ما صغرت كل ما كتزاد لينيرجي. سي تخي بيان. بالنسبة للإنرجي حنا فهمناها مزيان. بالنسبة للريزيستونس العكس، علاش؟ هنايا شنو عندنا؟ ار او كاري. حنا نفترضوا ان لوكال لوكا انه نفترضوا الحاله الاولى ان ار كتساوي لنا زيرو صافي، ان ار صغيره كتساوي لنا زيرو. يعني هذه حاط لك هو في الراس بحال حاط لك هنايا كتساوي او وصافي. راه كاين الجينيراتور اللي ما فيهش ار، اللي ار المقاومه ديالو كتساوي صفر صافي، بحال هكا عطاك او صافي. يعني المقاومه ديال هاد الجينيراتور ايغال زيرو صافي. افترضها كانها كتساوي زيرو. الا كانت كتساوي زيرو يعني العلاقه ديالنا اش غتولي؟ هاد الحاله هادي. دونك كيبان لكم هاد التحت وي كيبان. دونك كيبان الانرجي اش مرة كيعطيك في التمارين، كيعطيك ار ايكيفالون فوا او او كاري على اش؟ هذا ساويتنا صفر، يعني تبقى لنا هنا ار ايكيفالون او كاري، لان هذا صفر صفر زائد ار ايكيفالون تعطينا ار ايكيفالون او كاري. او كاري في دلتا تي سي بيان صافي. ار او كاري تمشي مع ار، ها هي شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا هنا ار ايكيفالون. الوغ
يعني كل ما كانت تأثير تاع كل ما كانت غنشوفو دابا تأثير ديال الريزيستانس، كل ما كانت ار ايكيفالون كبيرة، كل ما كتكون الانيرجي مالها صغيرة، العكس ياك، لانها لتحت وكانت الفوق هي، اما هل تحت يعني كل ما كبرت هادي غتنقص هادي، كل ما كبرت هادي يعني نقصت القيمة ديالها. سامع؟ صافي سامع. هذا هو التأثير ديال الريزيستانس بالنسبة للانيرجي. هاد البوان هادي حتى هي خاصكم تضبطوها. الحالة الأخرى وهي الحالة الأخيرة، وهي الحالة فاش كيكون عندنا ار ايكيفالون كتساوي لنا ار، نحيو هادو. في الحالة فاش كتساوي لنا، شفنا دابا جميع الحالات، دابا نشوفو الحالة الأخرى فاش كتكون كتكون ار ايكيفالون كتساوي لنا ار. في الحالة فاش كتكون عندنا ار ايكيفالون كتساوي لنا ار، هنا كنهضرو على لو بويسونس ماكسيمال. عقلوا عليها، لو بويسونس ماكسيمال. دونك راه حركنا شوية هذا، نردو لا بويسونس ماكسيمال. الا قالك البروف حسب لي لو بويسونس ماكسيمال، قول له في الحالة فاش كتكون ار ايكيفالون هنايا كتساوي لنا ار ديال المولد. هاي كنهضرو هنايا على لا بويسونس ماكسيمال، نكتبوها هنايا باش تعقلوا عليها. لو بويسونس، لا بويسونس، لا بويسونس اي ماكسيمال، ماكسيمال يعني ماكسيمال، يعني ماكسيمال ديال البويسونس. سي كانت عندنا ار ايكيفالون عندنا هنايا كتساوي لنا ار صغيرة. صافي، الا كانت ار كتساوي لنا ار صغيره كنهضروا على لا بويسونس ماكسيمال، وكتكون لا بويسونس هنايا لا بويسونس ماكسيمال اشنو كتساوي لنا؟ كتكون كتساوي لنا او او كاري على 4 ار صغيره. كيفاش لقينا هذه؟ شو ما نفترضوا ان هذه انها في لا بويسونس ماكسيمال، يعني في الماكسيمال، يعني ان ار ايكيفالون كتساوي ار، يعني هاد ار ايكيفالون تساوي لنا ار، وهاد ار ايكيفالون تساوي لنا ار. سي بيان، ار زائد ار يعني جوج ار، جوج ار او كاري يعني 4 ار او كاري، ار مع ار تمشي غتبقى لنا ار. سي بيان، يعني غتبقى لنا هنايا نكتبوها او كاري على 4 ار في دلتا تي. سي بيان، هادي هي الانيرجي اللي عندنا. هذه هي الانرجي الكتريك بالنسبه الى كانت ار ار. البويسونس كتقسم على هذه، تتقسم على دلتا تمشي دلتا مع دلتا، دونك شحال تبقى لنا؟ تبقى لنا او كاري على 4 ار. صافي سي تري بيان. الوغ البويسونس، اشنو العلاقه ديال البويسونس مع الانرجي؟ قلنا ان الانرجي كتكون بدالة الزمان، والبويسونس هذه بما انها ار ايكيفالون كتساوي، كنسميوها ار ماكسيموم، يعني كتكون لا علاقة لها بالزمن، يعني كنحيدو الزمن، يعني كتولي او او كاري على 4 ار. صافي، حنا فين جبنا هاد بي، هاد البويسونس ماكسيما. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نشوفوا اخر حاجة وهو لا كونديكتور اوميك. هيا لو كونديكتور اوميك، فوقاش كان شكون هو التيار اي لو ماكسيموم بالنسبة، شكون هو الكونديكتور اوميك؟ بعدا الكونديكتور اوميك هو كيحول لنا الطاقه، اي طاقه كيحول لنا طاقه حراريه كامله، كيحولها لنا طاقه حراريه، ما كيحولناش طاقه الكتريك، انرجي الكتريك ولا شي حاجه، لا كامله انرجي تيرميك، كيحولها لنا طاقه حراريه. صافي، هو لا كونديكتور اوميك، كيحول لنا كلشي طاقه حراريه. ولكن حنايا كنعطي واحد التيار وكيحول لنا طاقه حراريه كامل، بحال الميكروويف كيحولها لنا طاقه حراريه كامل، ولكن الا عطينا واحد تيار كبير بزاف تقدر تحرق. حنا بغينا نحسبوا داك التيار لو ماكسيموم اللي يقدروا نعطيوه وما تحرقش لو ماكسيموم. صافي سي بيان، شكون هو؟ كنعرفوا ان البويسونس بي كتساوي او في اي، متفقين معايا؟ صافي، يعني ان بي ماكس اشنو كتساوي؟ كتساوي او ماكس في اي ماكس. حد الان متفقين معايا؟ سي بيان، كنعرفوا ان او ماكس شكون هو؟ لو كونديكتور اوميك هو عباره على ريزيستونس، يعني نقدر نديرو طبقو لا لوا دو اوم. اش كتساوي لنا لا لوا دو اوم؟ اي كتساوي لنا ار في اي، ار في اي ماكس، ماكس
هادي بالنسبة للوضو اوم، هاي اي ماكس في الوضو اوم كتعطيك ار في اي ماكس. احنا درنا الوضو اوم، فاش هنضربوها في اي ماكس؟ صافي كتساوي بويسونس سي بيان. اي ماكس في اي ماكس يعني اي ماكس او كاري، يعني ان اي ماكس تيار لو ماكسيموم اللي يقدر انه يشدو داك هاد لو كوندكتور اوميك هو هو البويسونس ماكس مقسومه على ال، ولكن ما نساوش الغاسي. سي تري بيان. الوغ هادي هي الاي ماكس. تقول لي فين نلقاو البويسونس؟ البويسونس راك حسبتيها ماكس، ها هي ها هي النتيجه ديالها، راك تحسبها. بي ماكس كتساوي او او كاري على 4 ار. سي بيان. كيفاش عرفناها؟ حيث كيكون فوقاش كتكون البويسونس دو ماكس، الا كانت ار ايكيفالون كتساوي ار. هادشي راه كيتحطو في الامتحانات، كتقولوا بما ان ار ايكيفالون كتساوي ار فان بويسونس ماكس. كتجبد بويسونس ماكس، كنجبدو من بويسونس ماكسيمون ماكسيمال كنجبدو اي ماكسيمال، تيار الماكسيموم اللي نقدروا اننا نخدموا داك لو كونديكتور اوميك، يعني بحال الميكوات. الميكوات دونك عندنا واحد 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 التيار كهربائي معين باش يخدمها. الا فتنا داك التيار راه كتكون مكتوبه شحال فولت، الا فتنا داك الفولت دونك غادي تحرق ديك الاله ديك الميكوات. دونك حنا كنشوفوا التيار لو ماكسيموم اللي تقدر عليه ديك الاله حنا حسبناه. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. الوغ نتلاقاو ان شاء الله في دروس اخرين بالنسبه للناس ديال بروميير باكالوريا.